يا صباح الخير عن جديد. خطوتي ما في مدينة دركوش بريف إدلب مهرجان الرمان بنسخته الخامسة، والذي تضمن أنشطة وفعاليات مختلفة، حيث تنافس المزارعون خلاله على تقديم أفضل ما أنتجت مزارعهم. نعم، ويعد هذا الحدث بوابة لتسويق المزارعين لمنتجاتهم التي تضررت بفعل إغلاق طرق التصدير وحاجتهم إلى مشاريع تسويقية جديدة، إذ يقصد بعض التجار المعرض للحصول على أفضل أنواع الرمان التي تستعمل في التجارة. في دورته الخامسة يعود مهرجان الرمان السنوي على مدينة دركوش بفعاليات وأنشطة متنوعة، بدءا من معرض الرمان وليس انتهاءا عند المسابقات والأنشطة الترفيهية الأخرى. شاركت في رمان نوع الرمان الإبان، وبعض المشاركين المزارعين شاركوا بأصناف أخرى هي الرمان الإبان والعصفوري والفرنسي والصيفي والناب الجمل، وهي مشاركنا وفي إقبال كبير من الجماهير وفي منافسة يعني حقيقة بين المزارعين في المهرجان. شاركنا بمهرجان الرمان الخامس في مدينة دركوش، فاشتركنا في عملين: عصير الرمان والأكل الشعبي. دركوش بيوجد فيها أكل شعبي كتير، ولكن أنا اخترت أكلة شعبية تدعى المختومة، مؤلفة من هبرة وبرغل وبيض بلدي ولحمة على وجة ومكسرات. هي أكلة شعبية قديمة جدا ومتعارف عليها في البلد. نحن اليوم ضمن فعالية مهرجان الرمان الخامس في مدينة دركوش، طبعا من أحد الأقسام اللي اهتم فيها المهرجان القسم الفني اللي شاركت فيه أنا وعدد من زملائي الرسامين. طبعا حاولنا أنه نعرض أو نسلط الضوء ببعض الأعمال على قضايا مهمة كقضية النازحين والمعتقلين، وبالإضافة لهيك شاركنا بأعمال بتعطي أمل للناس. أتينا نحن وبعض الشباب من مدينة جسر الشغور لنشارك أهلنا في مدينة دركوش الاحتفال بمهرجان الرمان، ونشاركهم أفراحهم ونشجع المزارعين على بيع إنتاجهم. هي فكرة جميلة جدا وحيوية. هذه السنة الخامسة في هذه البلدة الكريمة يحدث فيها مهرجان الرمان، وهو عبارة عن تشاركات شعبية ونشاطات، فهناك الحرف اليدوي والمأكولات الشعبية وبعض الفقرات. كان مهرجان مميز ورائع، نتمنى مزيد من التوفيق والنجاح والازدهار لهذا البلد العظيم. سيدي العصاري يا سمك يا بني، بلعب المياه. ينضم إلينا حسن عبد الكريم المنسق العام لمهرجان الرمان من دركوش. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صراحة استمتعنا كتير بالتقرير، المكان اللي مختارينه كتير حلو، النهر وأي شيء يعني بخص الرمان ودبس الرمان فعلا. بعتقد أنه بيكون كتير فعلا. لذيذ. أحكينا شوي عن المهرجان هذا العام، شو الضمان، شو الفعاليات، وش اللي بيميزه عن العام الماضي؟ والله المهرجان الرمان خلينا نبدأ بفكرته، بدأت في متزامنة مع اندحار عصابات الأسدية عن هذه البلد، وكان ذلك في موسم الرمان. فأراد الأحرار أن يثبتوا هذه المناسبة في ذاكرة الجميع. يعني هي ما أنا فكرة تسويقية أستاذ حسن، لحتى شوي يعني يعرفوا يمكن العالم على أنه المنطقة بتشتهر بالرمان ويسوقوا لمنتجاتهم. تماما أنا عم بحكي لك القصة كيف بدأت، ثم تطورت سنة بعد أخرى إلى أن أصبح مهرجان الرمان تظاهرة
حضارية مدنية ثقافية تحمل في طياتها عدد كبير من الرسائل، أولها تشجيع المزارع على العمل بأرضه، تثبيته في أرضه، وفتح باب المنافسة لأحسن إنتاج، تحسين الإنتاج، هو عملية تسويق وتشويق بنفس الوقت. عرفت كيف أخي الكريم؟ نحن فتحنا ميدان أساساً المنافسة. تعرفنا من خلال التقرير على كثير أنواع رمان يمكن ما كنا بنعرفها، شفناها من خلال هذا التقرير. نعم. صحيح صحيح. نحن فتحنا باب المنافسة للرمان بأنواعه، ووزعنا جوائز للفائزين بأحسن عرض وبأحسن منتوج، وهي لفتة، هي لفتة أو همسة بأذن العالم بما يعانيه مزارعنا على أثر الحصار، على أثر الواقع الصعب الذي نعيشه بصورة عامة يعني. طيب سيد حسن، كيف كانت خطتكم لتطوير المهرجان خلال 5 سنوات؟ شو أضفتوا سنة عن سنة؟ شو كان عم يختلف المهرجان؟ أدخلنا نشاطات أخرى يعني. خلينا نحكي اليوم مثل ما ورد عنكم بالتقرير، بدأنا المهرجان بسباق للزوارق النهرية وما يرمز لعلاقة أهل هذه البلد في عاصيها. شارك فرق العراضة والرقص الشعبي، جاءوا مسرحيين أخوة فنانين، شهدنا عروض مسرحية، أيضا اتحاد الكتاب الأحرار شاركوا بأمسيات شعرية، بعض النوادي شاركت بعرض للعبة الجودو، أيضا كان متزامن المهرجان في دوري لكأس الرمان، دوري لكرة القدم، أيضا شهد أناشيد مدحية وثورية، نشاطات تفاعلية مع الأطفال. هذه كلها أنشطة فنية إلى جانب المعارض المتنوعة، معرض الرمان بأنواعه مثل ما تفضلت، معرض للرسم والمواهب الرسم، معرض للفن التشكيلي، الأرابيسك، الأشغال اليدوية أيضا لجمعيات المكفوفين، دعيناهم لنشجعهم، عرضوا منتوجاتهم، جمعية أيدي المبصرة، قلت ثم معرض المأكولات الشعبية. تماما، هي بدي اقول لك يعني اهم شيء بدي اقول لك لا تكون نسيت المأكولات الشعبية، يعني كانت بالنسبة لي الفقرة الأمتع. المأكولات الشعبية لفت انتباهي، المأكولات الشعبية الروح المشاركة، يعني شعبنا بالرغم من حالته الاقتصادية المتردية وفقره جاء مشاركة، يعني الرمان انا برر مشاركة المزارع لعله يحلم او يأمل بتسويق منتوجه او بياخذ جائزة يستفيد شيء، اما هل جايب لك صحن طعام من عندهم البيت يعني هذا هالروح التشاركية هي. تمام، هو كيف كان التنسيق يعني بما يخص المأكولات الشعبية؟ كيف كان التنسيق؟ هل كل شخص مثلا مثل ما قلت انه صنع شيء ببيته وحضر أكلة معينة واجا جاب عرضها على الناس؟ تماما، اعلنا عبر الغرف انه يا اخي اللي بيحب يجي يشاركنا وبأي نوع من أنواع الأكل، وتفاجأنا بعدد كبير من المشاركين المتطوعين، يعني الله عليه ما يكون واحد متدين الكلفة ليجي يقدم ويشارك هالموضوع. حلو تصور يعني هالروح الإيجابية لدى الناس. هي كانت ظاهرة، كانت ظاهرة من خلال المشاركة. يعني فعلاً واضح الحماس للمشاركين بالمهرجان. ذوقوا طعامنا الله يسلمك إن شاء الله. الله يسلمك. طيب سيد حسن، كيف استفاد المزارعين من تسويق محصولهم بالمهرجان؟ هلا نحن ألقينا الضوء على منتوجهم، حضر بعض التجار، حضر بعض المهتمين، انتم أخذنا الإعلاميين كمان صدرتوا هذا الأمر، نأمل أن يصير تواصل عبر التجار وغرف التجارة ليتم تسويق هذا المنتوج أو تصنيعه حتى، لأن المزارعنا الحقيقة يعني هو الضحية الأكبر، يعني يعاني من كلفة الإنتاج وليس لديه سبيل لتسويق هذا فهذه النشاطات هي تسويق وترويج يعني لمنتوج. بما أنه فقرة الأكل كانت فقرة أيهم الأمتع، عم نحكي كمان شفنا بالتقرير فعاليات مسرحية غنائية وتراثية ورقص شعبي فن تشكيلي، شو كان الغرض من أنه صار في تنوع مع أنه المهرجان كان للرمان للزراعة؟ العنوان يحمل، قد يبدو لأول وهلة هو زراعي، لا، نحن هدفنا كإدارة مهرجان
هو إلقاء الضوء على ثقافة هذه المنطقة، على حضارتها، على تراثها. وفي هذا الإطار فتحنا المجال لمشاركة كافة المواهب والفنون. حلو. الموضوع ليس هدفه زراعي بحت، هو ترفيهي، هو ترفيهي وسياحي. وخلقنا من هذا الجو فسحة ترفيهية للأطفال. تماما. دعينا عدد كبير من الأطفال في الأجزاء يعني المسائية وصار في نشاطات تفاعلية وحفلات تنكرية. نعم. حتى الكبار بحاجة حتى الكبار بحاجة تغيير الجو، وشوفوا فعاليات. شفنا الناس قديش مستمتعين بهالفعاليات. كل توفيق لكم، شكرا لك حسن عبد الكريم المنسق العام لمهرجان الرمان بدركوش. نهارك سعيد، كل التوفيق. نهاركم سعيد، أهلا وسهلا. يعتبر شهر أكتوبر من كل عام شهر التوعية حول سرطان الثدي، الذي يعد من أكثر الأمراض السرطانية انتشاراً عند النساء. في هذه المادة من إدلب التقت كاميرا تلفزيون سوريا بعض النساء المصابات بهذا المرض وأخريات، تحدثنا عن مدى الرغبة لديهن لإجراء كشف مبكر عن سرطان الثدي. نتابع. أنا ما جربت الكشف المبكر ولا حسيت بألم، الحمد لله رب العالمين. وإذا حسيت يوما ما لا سمح الله فورا 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 على الدكتور. ميت كشف المبكر لهذا المرض، مرض الثدي ضروري جدا للإنسان، النساء خاصة، مشان ما يتوسع ولا يكبر، يكون علاجه أفضل وأسرع. ستي بتكون المريضة، أول ما صار فيها المرض حست في ألم في الثدي، اكتشفنا انها كتلة صغيرة، رحنا للنقطة الطبية يلي عنا هنيك، عملنا لها تحليل أول شيء، قالوا ما كويسة، شلنا الثدي كامل وهلا عم تاخذ إجراءات. أهمية الكشف المبكر بيساهم بالعلاج أحسن وللمريض بيستفيد أكثر، ما بي المرض ما بيمشي بجسمه. حسيت بهالشيء من شي سنتين، شي كتلة بسيطة على صدري، هنيك ما حسنت أكشف على وضعي من وضع المادي، ومراكز هنيك ما في على المجاني. جيت لهون على ريف إدلب وصرت أتعالج، والحمد لله وضع الله ما أشبه شيء. بنصح كل النساء مهم يتجهوا للمراكز وشوفوا وضعهم لما يتوصل مرحلته لهالمرحلة. يعتبر شهر أكتوبر أو الشهر الوردي هو شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يقدم مركز الأورام التابع لسامز هذه الخدمة بشكل مجاني. طبعا نلاحظ قسمين من النساء، نساء تأتي عندما تلاحظ أي تغير أو وجود أي كتلة في الثدي بالكشف المبكر، وهناك قسم الآخر الذي يراجع بمرحلة متأخرة. ممكن السبب هو ضعف التوعية، الجهل، الفقر، بعد الأماكن، عدم توافر المراكز الصحية. هذه الأسباب كلها تؤدي إلى تأخر في تشخيص سرطان الثدي، وبالتالي تشخيصه في مراحل متقدمة للأسف. هلا أنا ما جربت ولا مرة إنه أعمل فحص مبكر لسرطان الثدي، يمكن لأني مسبقاً ما كان في عنا مراكز بإدلب مختصة بهالشي هذا، فهذا يمكن إهمال مننا أو تأثير من اللي هون إنه ما كان فيه. المفروض إنه كل سيدة تروح قبل اكتشاف الأعراض إنه تروح تطمن عن نفسها، لأن مثل ما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. سبق وعملت فحوصات للسرطان، ولأني ما في مراكز لهالفحوصات هاي والتحاليل، وما في إمكاني لأن التحاليل غالي. بنصح كل السيدات إنه يلتجؤوا لمراكز أو مراكز للتحاليل الطبية إذا شافوا أي عوارض. فحص سرطان الثدي يعني ما خطر لي، أو سمعت عن غلاء يعني التحليل والفصل، يعني ما بعرف إذا في بالمراكز مجاني يما لا، بس هو لازم يعني إنه ضروري جدا الفحص كل 6 شهور، أو يكون في توعي لهذا الموضوع أكثر من هيك، لأن في سيدات كتير إنه انصابوا بهذا المرض بوقت مبكر. ينضم معنا دكتور أيهم جمو رئيس قسم الدم والأورام في مشفى إدلب المركزي عبر السكايب. يسعد صباحك. صباح الخير. صباحكم يا رب. صباح الخير. لو تحدثنا عن واقع مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بإدلب.
الله يعطيكم العافية جميعا. الله للأسف في قصور بمراكز الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعتبر قسم الدم والأورام مشفى إدلب المركزي التابع للسامز هو تقريبا المركز الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة، بإضافة إلى وجود جهاز الماموغرام في مشفى جراحي التخصصي في مدينة إدلب فقط غير. لهذا السبب أغلب السيدات اللي تحدثوا بالتقرير قالوا أنه ما في مراكز مجاني، يمكن ما عندهم علم عن هذا المركز. طيب لوين لازم يتوجهوا، خاصة أنه يعني تكلفة الفحص مرتفعة؟ تمام، مثل ما حكينا مركزنا موجود في مدينة إدلب، مشفى إدلب المركزي بيقدم الخدمة على مدار الأسبوع طيلة أيام الأسبوع، تصوير مجاني، تصوير الماموغرام بالإضافة إلى إيكو سيديين. طيب الحملات اللي كانت تطلق بكل سنة هل كان في لها تأثير على حث النساء على الكشف المبكر؟ كنتوا عم بتشوفوا في تفاعل من قبل النساء أنه يقبلوا على الكشف إذا في سرطان بوقت باكر؟ لا بصراحة يعني إنه في قسمين من النساء، في قسم لاحظنا إنه لأي شكاية صغيرة ممكن تراجع قسم الأورام لإجراء الفحص المبكر، وفي قسم للأسف لحد الآن في مثل ما بنقول عوائق عم تعيق هذا الشيء، من أهمها مثل ما حكينا الوضع الاجتماعي، الجهل بالمرض بحد ذاته، الفقر، قلة المراكز، الخجل احيانا من كشف هيك امراض. يعني في احيانا المرضى بيخجلوا من انه يقولوا انه في عندي كتله في الثدي او تحت الابط او اي شيء. بالاضافه يعني صراحه يعني حملات التوعيه ما كانت يعني كافيه لدرجه انه تزيد الوعي، بس يعني اكيد عم نشوف الحالات عم تشخص المراحل ابكر شوي، في حالات عم تجينا مراحل باكره جدا الحمد لله، وعم بيتم علاجها بشكل مبكر باذن الله. وهذا الهدف من يعني كل التوعيه اللي عم تصير بهذا الشهر انه الكشف المبكر، لانه طالما انه السيده عم تروح وتفحص حتى لو اكتشف عندها المرض فهو نسبه الشفاء عم تكون 95% تقريبا، افضل من انه توصل بشكل متاخر لا سمح الله وتفقد حياتها. طيب خلينا نحكي شوي عن، هل في احصائيات مثلا عن عدد المصابات بالمنطقه؟ هلا صراحة احصائيات دقيقة ما في، بس مثل ما حكينا يعتبر مركز الدم والاورام مشفى ادلب المركزي التابع للسامس هو تقريبا المركز الوحيد في شمال غرب سوريا الذي يقدم هذه الخدمة، وبالتالي المفروض يكون في حصر لعدد الاصابات طالما هو مركز واحد. دكتور طبعا طبعا هلا في مراكز تم افتتاحها كمان تابعة للسامس، في اعزاز ومركز في جرابلس، لكن مركزنا صار له حوالي تقريبا الاربع سنوات يقدم هذه الخدمة. يراجعنا تقريبا حوالي 40 مريضة مشخصة حديثا بسرطان الثدي كل شهر. طيب يعني شو العلاج للأسف. شو العلاج اللي عم تمام؟ هلا العلاج المتوفر لدينا هو العلاج الكيماوي بشكل مجاني، بالإضافة إلى العلاج الهرموني. الصعوبة الوحيدة اللي عم نلاقيها هي بشغلتين، أول شيء هو العلاج الشعاعي، للأسف عم نضطر نحول المريضات إلى تركيا بعد انتهاء الكورس الكيماوي، بالإضافة إلى العلاج المناعي وهو علاج للأسف مكلف جدا جدا. طيب بهاي السنة كيف كان واقع الحملات؟ كان في حملات كثيرة شفناها على الإنترنت، شفناها حتى بالشمال السوري بدأوا يعملوا حملات يعني أكبر من قبل، كيف كان واقع هاي الحملات؟ دكتور سامعني؟ عفوا بس قطع الصوت شوي. نعم ممكن كنت عم اقول بس واقع الحملات هاي السنه بما انه صار الموضوع بينتشر بشكل اكبر على السوشيال ميديا بالشمال السوري، ايضا صار الحديث عن هذا الموضوع بشكل اوضح واكبر، كيف كان واقع هاي الحملات هاي السنه؟ تمام، يعني عم نلاحظ انه في زياده ما رح نقول كتير كبيرة، بس في زيادة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، في زيادة بالمراجعات، أي مريضة أي بتكشف أي كتلة بالثدي ممكن تراجعنا. لسه ما وصلنا للنسبة اللي منريدة، لسه ما وصلنا للنسبة اللي منقول المريضات بلشوا يكونوا واعيين بشكل كبير جدا ويراجعونا بمراحل باكرة جدا لحتى يكون العلاج على المريضة أسهل ويكون نسبة الشفاء أعلى بكتير ويكون نسبة النكس أقل بكتير. يعني وسطيا عم بيجينا تقريبا
باليوم حوالي 10 مريضات لكشف المبكر عن سرطان الثدي. عم ننشر ثقافة التوعية ما بين المريضات الموجودات في قسم الدم والأورام بالمشفى والمرافقات خاصة الجنس النسائي طبعا بالنسبة لسرطان الثدي، بالنسبة لأهمية الفحص الذاتي، كيف المريضة تفحص نفسها بالمنزل. وهي صراحة هي يعني مثل ما بقولوا البداية، انه هي تحس انه في لما تحس باي مشكله في الثدي لازم تعمل فحص مبكر. شافت اي مشكله بترجع بتجي لعنا على القسم مشان اجراء الصور المناسبه وصوره الماموغرام. بالنسبه للمريضات اللي في عندهم قصه عائليه يعني لسرطان الثدي او سرطانات نسائيه مثل سرطان الرحم والمبيض تماما، هدول لازم يعملوا حتى الصوره بشكل دوري. يعني بغض النظر عن وجود كتله او عدم وجودها. يعطيكم الف عافيه وبنتمنى السلامه للجميع اكيد. شكرا لك دكتور ايهم جمو رئيس قسم الدم والاورام في مشفى إدلب المركزي. شكرا لك ونهارك سعيد. نهاركم سعيد، الله يعطيكم العافية يا رب. إلى مدينة اسكندرون التركية، نظمت جمعية دعم الحياة التركية بالتعاون مع اللجنة النسائية السورية في الريحانية، نظمت بازار جمع 20 سيدة سورية وتركية عملنا من خلاله على عرض منتجاتهن وتسويقها. البازار يهدف إلى تعزيز الاندماج والتقارب بين المجتمعين السوري والتركي. مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور زار البازار والتقى القائمين عليه وعاد بهذه المادة، نتابع. سيدات سوريات وتركيات تشاركن العمل في مشروع واحد لعرض منتجاتهن وتسويقها في خطوة لتعزيز الاندماج بين المجتمعين في جنوبي تركيا. طبعا هذا المشروع هو مشروع دافع للأمم المتحدة. هالمشروع هو بس عبارة عن مشروع لنخلل الوجهات النظر أو تشابه بين المجتمعين تكون ظاهرة للمجتمع التركي والسوري، يعني نبعد عن الاختلافات بالذات بوجود الحدي المتواجد حاليا، عم نفرج وجهة النظر أو التقاربات بين الطرفين. فعم يكون هذا النشاط للنساء للسيدات ليعبروا عن حالهم. المشروع بالأساس قائم على الدمج الاجتماعي بين المجتمع السوري والتركي من خلال سيدات فاعلات هن بيعبروا عن نفسهم، طبعا بتكون من خلال اشغال يدوي او مهني او طبخ بيكون منزلي، وبيعبروا فيه انه نحن كتقبل المجتمع السوري والتركي مع بعض كتقبل موجود ما في اختلافات. طبعا نحن من خلال منظمة دعم الحياة والمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة عم نحاول نقدم لهم الدعم المادي اللي بيقدروا مثلا يمشوا فيه، مثلا اي مواد لازمتهم. نعرف نحن اخذين بوجهة نظر الغلاء القائم هلا، فنحن عم نحاول نقدم لهم لوجستيكيا شو بيلزمهم للمشروع، ومن خلال التقديم عم نقدم لهم اياه، وبيكون في تواصل بيننا وبين البلدية بالريحاني. طبعا هالتسهيلات عم ناخذها من خلال نحن في بروتوكولات متصلة متوافقة مع المنظمة مع البلدية. تحضيرات الحمد لله كانت تحضيراتنا كثير كويسة الحمد لله جيدة، كان تشاركية مع دعم الحياة ومع البلدية، وفي أخوات أتراك وأخوات سوريين أخذنا عملهم. هذا المعرض نحن بنعمله كل 6 شهور تقريبا، حاولنا يكون في اندماج بين الأتراك والسوريين حتى نتعرف على منتجاتهم ونتعرفوا على منتجاتنا. فالسنة الماضية كان في منتجات، بس السنة ما شاء الله كان في أكثر إنتاج للمواد الغذائية لللوحات كل المواد الحمد لله ما شاء الله. كمان قصة المونة ناخدها من زوجات مصابين مشان ما يطلعوا برات بيوتهم ويشتغلوا برات البيوت، فهن بنعطيهم المواد بيعملوا المواد هذه وبنسوق لهم هي بالمشروع المونة باللجنة النسائية السورية. منذ سنتين ونحن نعمل مع بعضنا، نتفاهم جيدا من كل النواحي، كما نساعد بعضنا على فهم العادات ونساعد بعضنا على تعلم الطبخ. نتفق سويا على موعد افتتاح السوق الخيري، ومن ثم نوزع المهام فيما بيننا ونساهم سويا فيه. ساعدتنا العادات القريبة من بعضها على التفاهم، فنحن نتشارك الأفكار وهذا يساعدنا. مثل ما تعودنا نحن بكل عام الكرمس اللي عم بيصير بساحة البلدية فيه منتجات جدا مميزة وجدا حلوة. هاي المنتجات هي مصنوعة بأيدي نسوية حصرا، هذا الأمر عم بيميزها كثير، وخاصة أنه هدول النساء هو خليط بين النساء السوريات والنساء التركيات، فأنت على كل طاولة عم بتلاقي في أكثر من امرأة. هدول النساء خلطوا الثقافتين السورية والتركية، لهيك عم بينتجوا منتجات جدا مميزة وجدا حلوة. تنضم إلينا سحر الأسمر مديرة مشروع في منظمة دعم الحياة من أنطاكيا، يسعد صباحك.
صباح الخير. صباح الخير. بداية عارفين يسعد صباحك، عارفين شوي عن الهيئة النسائية السورية بالريحانية وشو بتقدم عادة للنساء؟ تماما. طبعا اللجنة النسائية هي ما هي لجنة جديدة، طبعا تم التأسيس هلا وليدة اللحظة، يعني هي صار لها من 2019 قائمة، ولكن بدعم من منظمة دعم الحياة صار في تواجد للأخوة الأتراك، يعني صارت اللجنة النسائية المشتركة السورية التركي. طبعا اللجنة النسائية هي عبارة عن لجنة نسائية مؤلفة من سيدات سوريات قادرات أن يقدموا دعم إما خلال معلومات أو من خلال ترشيد أو إرشاد الناس لأي أماكن لازم يروحوا، أي منظمات لازم يحضروا فيها. نعم. طيب سيدة سحر، كيف بلش التحضير للمعرض وشو أكثر المنتجات اللي لقت هيك رواج؟ الحقيقة اللجنة النسائية في عنا أخو من الأتراك وحضور لافت كان لألون، العدد كان 10 سيدات تركيات جهزوا بعض المواد الطبخ اللي هي طبخ المنزلي بيكون بالعادي. أنا مثل ما حكيت بالتقرير نحن كثير عم نركز على موضوع وجهات التشابه وليس الاختلاف، بحكم أنه السيدات عم يكون في عندهم المطبخ المشترك السوري التركي قريب من بعض، فمن خلال المنتجات الغذائية اللي كانت عم تنعمل مثل الزعتر، مثل الملوخية، مثل المحاشي، مثل المخلل، مثل المواد بشكل عام القديد للسيدات السوريات اللي بيعتادوا يعملوا بسوريا، كمان الأخوات الأتراك نفس الشيء شاركوا بهالمنتجات. حلو كتير. طب كيف كان الإقبال، يعني كيف كان إقبال الناس على شراء هاي المنتجات وشو كان أكثر شيء انباع يعني مع السيدات؟ هل هو قسم الغذائيات مثلا أو حتى شفنا في شيء مشغولات يدوية أو تحف؟ هلا نحن الصراحه في عنا عدد من العضوات الفعالات باللجنه، ولكن اعطينا الفرصه كمان لبعض الاشخاص اللي عندهم القدره، بعض الارامل اللي عم يشتغلوا لحالهم في البيت، فاعطيناهم الفرصه اللي هن عم يشتغلوا صوف شغل يدوي بالبيت، او بعض السيدات اللي عندهم لوحات اللي هي رسم ثلاثي الابعاد، كمان اعطيناهم الفرصه ليشاركوا في النشاط. كان في اقبال كثير منيح، واللي لافت للنظر انه كان في تواجد للرجال كثير كبير على منتجات النساء، يعني هو طبعا منتجات مطبخ. مثل ما حكيت نحن الدعم عم يكون من فوضية اللاجئين للأمم المتحدة، فكمان في عنا حضور كان لافت للممثل اليونيسيار مفوضية اللاجئين في هاتاي، اشتريت من المنتجات السيدات وكان كتير منتج اللي لافت الصراحة اليالانجي. اليالانجي التبولي هو فعلا هيك. طيب سيدة سحر، هل هذا المعرض هو الأول من نوعه ولا في فعاليات تانية ونشاطات تانية بتحمل نفس الفكرة؟ نحن في عنا كل سنة عم يكون في معرض، طبعا المعرض بيكون بناء على طلب السيدات، يعني نحن ما في عنا هدف محدد بالسنة مرة واحدة البازار. نحن بنسميه البازار أو الكرمس. في عنا نشاطات مختلفة، طبعا السيدات اللي شفتوا أنتوا هلأ من خلال الشاشات هو نشاط السيدات بمبنى البلدي، ولكن نحن في عنا نشاطات كمان تانية. السيدات بال 2019 ساهموا بزراعة أشجار مكان منحرق غابي بطريق اسكندرون، كان في وجود لافت حتى لأعضاء مجلس بالشعب كمان التركي. في عنا نشاطات بتكون من خلال الكرمس، كان في عنا السنة الماضية نشاط وهالسنة في عنا نشاط، وهذا بناء على السيدات كيف بيحبوا أو شو بيحددوا، نحن بندعمهم لوجستيكيا بالمواد اللي لازمتهم. حلو كتير، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك سحر الأسمر مديرة مشروع في منظمة دعم الحياة من أنطاكيا. شكرا لكم. شكرا لكم. هارك سعيد.